دلوقتي مينا مسعود في الفيلم، في فيلم علاء الدين، كان هو اللي بيطلب الأمنيات من الجني أو من العفريت. إحنا هنا إحنا اللي هنتمنى وهو اللي هيحقق الأمنيات، العكس بقى يعني. إحنا كده السيستم عندنا. أول أمنية أو أول حكم على مينا، دي حاجات لازم أعملها ولا أقولها بس؟ لا تعملها. لازم أعملها. أوكي ما. أوكي خلاص. وليكي هو أنت تلاتة. لما كنت بتطلب حاجة من الجني مش كان بينفذها؟ طبعا، بس ليكي ثلاثة بس. ثلاث أمنيات. إحنا بقى عدنا نفكر في الأمنيات. طيب. أول طلب هنطلبه من مينا إن أنا أنت خلي بالك، بقالي 10 سنين ما رجعتش مصر، ها؟ فخلي بالك. بيهددني ها؟ لا 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 لا. دلوقتي مينا مسعود هو في الفيلم بقى كان علاء الدين بقى الشاطر اللي بيعمل كل حاجة، الذكي المبهر، يعني عايزينه إنه يلعب بالكور في الهواء زي السيرك. احنا لو عايزين نفهم، لو جبنا له ثلاث كور هيعرف يلعب بيهم في الهواء ولا هيوقعهم هنا ويفضحنا؟ افضح نفسي بس افضحكم. لا ما احنا كمان يهمنا ان انت تلعب كويس. بس خفاف، متهيألي خفاف. اوكي هجرب. انا بقالي كتير ما عملتش برضو، كنت لازم اتمرن لها بس بقالي كتير. طيب بصوا، انه عارف ينفذ الطلب ولا لا هيتحدد بتسقيفكم، فاحنا هنشوف هيعمل ايه. اوكي نشوف بقى. طيب انت اصلا بتلعب الكور دي ليه؟ انت متدرب عليها؟ كان في مشهد. المخرج الاستاذ جاي ريتشي كان عايز اول ما يقابل ياسمين يشوفها في الشارع يكون هو بيعمل جوجلينج يعني، ويشوفها كده برضو. بس دي معظمها اتشالت يعني، في حاجات كتير يعني. انا كنت اتعلمت العب العود، وكان مفروض علاء الدين يلعب اغنيه وتفكر جازمين بمامتها، بس لما جينا نصورها جاي حس ان نعكسها، فخلى نايومي هي تلعب، بس هي ما كانتش يعني عارفه تلعب اساسا. بس خلي نايومي هي تلعب وانا اللي اسمع وتفكرني بامي وامها. يعني انت اتعلمت حاجات كتير عشان الفيلم يعني. ايوه كويس كويس. تعرف تقول لي اي مثل بالمصري سمعت مامتك بتقول وباباك بيقول واخواتك بيقولوه؟ مثل بالمصري، ياه. اقلب القدره. ايوه. اقلب القدره على فمها تطلع البنت زي امها. برافو بقى. انا هعتبرها اجابه صحيحه، هعتبرها اجابه صحيحه. والله العظيم ممتاز ممتاز يا مينا. طب دلوقتي احنا هنعرض حاجة من الفيلم وبناء عليها هنطلب حاجة زنطوطة كده من مينا. يعني طيب بس طب معلم حد من الاودينس، اجيب حد واعلم. انت عظيم انت عظيم. بس منى تختار. لا ما انا هيزعلوا مني. طب بس كلهم امامير وحلوين، بس في واحده هتموت لو ما طلعتش. روحي اهي، تعالي تعالي. تعالي. اسمك ايه؟ زينب. اسم جميل. اوكي بصي احنا هنبتدي هنا. لحظه ده. زينة انت شفتي علاء الدين صح؟ تعرفي ايه عن مينا؟ يعني طيب. تعرفي انه طيب وعرفتي منين؟ طب عرفتي منين؟ طيب انت شفتي الرقصه دي من الفيلم. تفتكري ممكن تتعلمي حاجه من مينا دلوقتي؟ ممكن. هتحاولي؟ هنشوف بقى تعليمك هينفع هنا هنشوف. ولا يلا اتفضلي. بصي هنبتدي على ركبه واحده كده، واحنا باصين كده، وهنجيب ايدينا من هنا لهنا. اوكي
وبعدين نحطها هنا ونرجع واحده. اوكي بص بصي لي انا وهنعمل كده بقى. اوكي اوكي كويس. واحده مره تاني وبعدين نروح من هنا ونرجع لهنا. بسيطه جدا. اوكي نعملها من الاول وبعدين انت تعمليها لوحدك ولا نعملها مع بعض؟ تعالي نعملها مع بعض. اوكي اوكي استنى. ايوه هو ده هو الحته دي. اوكي جو. اوكي واقول لك ايه بالظبط كده. برافو. شطورة بجد. انت طلعت طيب يا مينا بجد. مينا انا لا حبيت جدا اللي انت عملته ده. شكرا منى. شكرا. مينا في زيارته دي مع اسرته الكريمه ربنا يحميها يحمي لهم ويحميهم له. وبعد الفاصل هيكون معانا الاختين الاكبر لمينا مسعود معانا في الاستوديو نسالهم عن مينا.